كم سنه في النادي الاهلي؟ 7 سنين. ما شاء الله 7 سنين ونص، يعني داخل في الثامنه. وطلعت مرات مع الفريق الاول قبل كده؟ اتمرنت مع الفريق في اول فتره، طلعت مرتين على فترتين يعني. كابتن تامر طبعا كان جون كبير قبل ما يبقى مدرب كبير، كان جون كبير وانا ما كنتش اعرف عنه لان انا تاريخي بقى مش قبل كده يعني. بس لما جيت النادي عرفت ان كابتن تامر من افضل المدربين الحراس في النادي. اكيد طبعا، بل وهو افضل يعني طبعا. فكنت مبسوط ان انا لما سمعت خبر ان هو اللي امسكنا في تشكيل القطاع وكده، لان بستفاد منه. هو حتى بيديني ثقه يعني من المدربين اللي تخلي الحارس ليه قيمه في الملعب اكبر من اي لاعب. فبيديني الثقه في نفسي في كل مره، بيخليني انا يعني بيديني مكانه عاليه يعني. وحتى انا بكون مطمن حتى لو في اي حاجه عندي مشكله في الملعب في اي حاجه. حلو، الاعداد النفسي بيكون مهم قوي لحارس المرمى. بيتكلم معانا كتير وبيضيف لنا كتير وانا بتعلم منه دايما يعني. معانا لقطات دلوقتي للمباراه، ده كانت مباراه ايه دي؟ هو ده الاسماعيلي، هو ده الجول مباراه الاسماعيلي فاكرها. في ما فيها الجول في اخر الدقيقه دي كانت يعني عنق زجاجه بالنسبه لكم في مشوار بطوله الدوري. لازم نقف على رجلينا بعد كمان خساره. مين احرز الهدف ده؟ كوكا، احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا مع الفريق الاول توفيق، وان شاء الله انتوا تطلعوا الفتره اللي جايه ونشوفكم كلكم ان شاء الله مع الفريق الاول، انكم يعني تستحقوا لعيبه مميزه. طه قول لي بقى، انت الاول انتقلت ازاي للنادي الاهلي؟ انا كنت بلعب في سموحه في اسكندريه، وكنت رحت اختبرت مع اللي سنه كان هم ساعتها كابتن ياسر محمدين ماسكهم. واتقابلت بعد كده قعدت سنه تانية في سموحه عشان اللي هو الحق اخلص ورقي. ورجعت تاني وبدات مع الكابتن شرف والكابتن احمد جمال. ودي انا كده بقى لي 6 سنين يعني في النادي، من ساعتها الحمد لله مكمل مع النادي وداخل في السنه السابعه. استفدت ايه بقى من انت ما شاء الله كابتن ياسر رضوان وكان معاكم كابتن سيد غريب، استفدت ايه من انا يعني ممكن ان احنا ممكن نتعلق بمدرب او حاجه يعني. كابتن شرف قعد معانا 3 سنين، الكابتن برضو سيد غريب نبقى ممكن هنبقى عايزينه السنه الجايه برضو. كل مدرب نتعلق بيه، بس في نفس الوقت احنا بنتعلم من كل مدرب حاجه، ودي حاجه كويسه جدا. ان هم كلهم يعني لعبوا كوره وكلهم عندهم خبرات كبيره جدا بينقلها لنا يعني. بالذات زي الكابتن اينو مثلا، لعب يعني ممتاز كام سنه، 15 سنه 20 سنه حاجه يعني، حاجه احنا بنبقى فرحانين وهو معانا في التمرين بس مش اكتر. فحاجه كويسه جدا. محمد اشرف، انت بلدياتي بقى شرقاوي، بقالك كام سنه في النادي الاهلي قول لي؟ هو انا كابتن دلوقتي بقالي 6 سنين في النادي الاهلي. 6 سنين. 6 سنين. تأثرت شويه لما المنتخب وكان نفسكم الجيل بتاعكم يكمل، كان موجود معاك كلكم كنتوا موجودين في المنتخب، بس رحتوا منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين. تأثرتوا شويه لما الجيل ده بعد شويه عن كاس الامم والتصفيات وكنتوا ممكن تحققوا حاجه؟ كان نفسنا. كنا محتاجين ان احنا نثبت نفسنا يعني. كنا محتاجين بس يا كابتن فرصه ان احنا نشارك في التصفيات اللي هي بتاعت تونس دي. كنا الجيل بتاعنا كان ما شاء الله كان ممكن نلعب كاس عالم، نصعد لكاس عالم، نلعب كاس عالم وننافس على كاس العالم. بس الحمد لله على كل شيء. بس خلي بالك عندكم اولمبيات، الجيل ده يعني هيتحافظ عليه ولسه ليكم مسيره كبيره جدا، لازم تحافظوا على نفسكم علشان كمان عندك فرصه كبيره للفريق الاول بالنادي الاهلي منتخب مصر ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بقى مغربي، المدير الفني الاجنبي في قطاع الناشئين. طبعا مستر مايكل. يعني هو انا بحبه جدا، هو بيتعامل معانا على المستوى النفسي كويس جدا، بينقل حب للعيبه كبير قوي، دايما بيدعمنا لما بنبقى مثلا بعد ماتش تعادل او خساره اكتر من المكسب. فدي طبعا بتبقى حاجه بتفرق معانا جدا. وطبعا بعيدا عن كده فكره في الكوره عالي جدا، فبينقل لنا خبرات في الملعب كويسه وهتفيدنا طبعا، هتطور من مستوانا. والدك كان ليه دور كبير معاك فتره طبعًا. الاصابه يعني انت كانت فتره سافرت فيها المانيا ويعني بعدتك شويه عن الفريق، لكن الحمد لله رجعت اقوى من الاول، وانت كمان من العناصر المميزه المغرب. هو الحمد يعني طبعا والدي يعني هو اكتر واحد ليه دور في حياتي، هو والدتي طبعا، العيله كلها ان هم وقفوا جنبي في وقت زي ده، دعموني. ما كان ممكن في وقت زي ده اللي هو يبقوا هم نفسهم يبقوا متضايقين، بس هو لا بالعكس، وحسسني ان ده حاجه عادي، ودي ساعدتني ان انا ارجع احسن وارجع بسرعه يعني. كان متوقع ان انا ارجع بعد فتره طويله، ممكن بعد سنه، الحمد لله قدرت ارجع بعد 6 شهور، ولحقت الحمد لله بقى موجود في المنتخب مع المنتخب مع كابتن ربيع في تونس. طبعا بشكر كابتن ربيع على ان هو يعني كان واثق فيا ان انا ارجع من الاصابه يوم واخدني معاه. فبس فزي ما قلت لحضرتك يعني، وعيلتي طبعا، والدي بالذات، والدي ووالدتي كانوا مساعديني جدا في الموضوع ده. محمد، النادي الاهلي بيوفر لك كل حاجه، كل الامكانيات موجوده في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اكيد طبعا، احنا كمان يعني شغالين بنظام الاحتراف يعتبر،
في حلقة وصل كبيرة جدا بين القطاع الناشئين والفريق الأول. كمان في الموسم ده خصوصا من ساعة ما كابتن خالد بيبو تولى المسؤولية هو ومستر مايكل شغالين بنفس السيستم بتاع الفريق الأول كويس. سواء بقى في التدريبات التكتيك المحاضرات ده مهم جدا طبعا بحيث ان لما اي لعيب بيطلع دلوقتي من قطاع الناشئين يتصعد للفريق الاول ما بياخدش وقت عشان يتاقلم ولا بالعكس هو عارف السيستم ايه وعارف الفريق الاول التكتيك بتاعه ايه شغال ازاي فتساعد طبعا في التاقلم بشكل سريع يعني عاصم مين مسلك الاهلي فين بالظبط في مصر وبره مصر طبعا أليسون بيكر حارس ليفربول هم اللي مشبهوني بيه شفت الجول اللي جابه عاصم هداف انا بحب دخية طبعا انا بحب دخية والقصه بتاعته طبعا وهم بقى بيشبهوني بأليسون طبعا محمد الشناوي ايه رايك في محمد الشناوي لا ما شاء الله يعني الظروف اللي هو مر بيها يعني مش اي حد يوصل للمرحله دي بصراحه خلي بالك محمد الشناوي في يوم من الايام كان زيكم في قطاع الناشئين من النادي الاهلي في الاستراحه ومشاكل كتير جدا اعاره بره لكن كان دايما ليه هدف هو الفريق الاول طبعا وانه يلعب كاس عالم فدايما طول ما انت بتلعب لازم يكون ليك هدف علشان توصل له وانتم ما شاء الله كمان على المستوى الاخلاقي حاجه مشرفه جدا طه قول لي بقى يعني كلمنا عن المدير ده فتره الاعداد ومعسكر الاعداد في اسماعيليه وكان في استفاده كبيره منه جدا يا طه جدا يعني فتره الاعداد دي احنا اصلا كفريق بنلم نفسنا احنا داخلين على حرب انت داخل على دوري حرب بس حرب شريفه حرب شريفه طبعا في الكوره طبعا انت هتتمرن جامد وهتاكل كويس وهتنام بدري وهتحافظ على نفسك لان انت دي الفتره دي اللي هتوقفك على رجلك طول الدوري انت عايز تطلع فريق اول عايز تظهر عايز تعمل دوري كويس يليق بيك بالنادي وبيليق بفرقتنا وبيليق بالنادي الاهلي فحرام نضيع تعب المدربين ونضيع كل ده بسبب ان انت مثلا تستهتر في فبالنسبه لنا الفتره دي فتره مهمه جدا يعني انا بالنسبه لي انت لو اشتغلت كويس في الفتره دي خلاص انت بتاسس نفسك كويس بتاسس نفسك وبتحسم حوالي 50% من الدوري انت شغال كويس وال 50% التانيين ده بيبقى تكتيك وشغل المدربين محمد النادي الاهلي ما شاء الله ما بيبخلش باي حاجه معسكر كانك في الفريق الاول بالظبط كل الامكانيات ملابس تغذيه مدربين على اعلى مستوى مدربين لياقه النادي الاهلي بيوفر كل حاجه لا ما شاء الله كابتن متوفر لنا كل حاجه الصراحه وكابتن خالد دوب يعني موسع علينا جامد يعني على فريقنا احنا مخصوص لا هو ما شاء الله وانا بشكر كابتن بيبو على الاهتمام اللي هو من السنه اللي قبل ما يمسك فيها كابتن بيبو اصلا من قبلها كان دايما بيدعمنا وفي اي حاجه دايما كان بيجيبها لنا لو في اي نقص عندنا لكن ما فيش اي نقص ولا في اي حاجه ناقصه عندنا مين مسك الاهلي انت شكلك هادي بره الملعب جوه الملعب هادي برضه وكلامك قليل هنا قولوا لنا هادي برضه بره الملعب ولا كلامه قليل جوه بره الملعب مجنون قول لي مين مسك الاهلي هو طبعا محليا انا بحب لعب علي معلول جدا علي معلول انا يعني باخد من خبراته وباخدها يعني اكتر حاجه بتعجبك في علي معلول ايه قول لي كده وانت باك ليفت بتلعب في مكانه اكتر حاجه بحبها فيه هو انا بحب فيه لمسته عنده لمسه كوره لعيب كوره يعني مش باك صريح لا يعني لعيب كوره دور هجومي كمان في وهو اكيد له تاثيره في الناحيه الهجوميه اكتر من الناحيه الدفاعيه بس انا بحب فيه ان هو لعيب كوره يعني في اي موقف ممكن يحل لك وما شاء الله يعني انا بحب اوفراته كتير الصراحه يعني بيعملها كويس.